بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ومولانا محمد، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير ورسول رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته إلى يوم الدين. وبعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم أعلام الإسلام، والذي نتواصل فيه سويا حول معالم الاصطفاء الرباني لكثير من أعلام هذه الأمة الإسلامية الذين سطروا أسماءهم في كتب التاريخ بحروف من النور على صفحات من الذهب. وكنت قد تكلمت مع حضراتكم في اللقاء الماضي عن الإمام الجليل عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وذكرت لكم طرفا من أخباره. وفي الحقيقة إنني عندما كنت أقرأ في سيرة الإمام عكرمة مولى سيدنا عبد الله ابن عباس، تذكرت كتابا جليلا لعالم جليل، وهو العلامة الأديب الكبير والمؤرخ فضيلة الشيخ الدكتور محمد رجب البيومي رحمه الله تعالى، الذي كان يسمى بأبرياء ويتهمون. هذا اسم كتاب له، أبرياء ويتهمون، يعني ناس بتتهم بتهم وهم أبرياء منها في التاريخ. وذكر عدد من الشخصيات التاريخية اللي الناس بتتهمها بتهم كثيرة وشنيعة ومستبشعة في بعض الأحايين، وهم منها أبرياء. وكانت مجلة الأزهر على الله مناره كانت قد نشرت هذا الكتاب في أجزاء، وكنت قد اشتريته من سنوات متعددة وقرأت هذه الأجزاء، فعلمت فعلا أن في التاريخ شخصيات قدمت خيرا كثيرا لأمتها غير أنها لم تسلم من كلام الناس. وفي الحقيقة لم يسلم أحد من كلام الناس على الإطلاق، لا شخصيات كبيرة معروفة ولا شخصيات يعني غير معروفة، الجميع لم يسلم. وكما ذكرت لكم من قبل ما يقوله الشاعر: وليس في محنة الأخيار من عجب، أي الأكابر لم يحضل به نكد. سيدنا عكرمة مولى عبد الله بن عباس من أولئك الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى العلم الغزير، وذكرت لكم في اللقاء الماضي أنه طلب العلم 40 سنة. وفي الحقيقة 40 سنة يعني دي تعتبر مدة كافية حتى تتكون شخصية العالم، ومشايخنا في الأزهر بيقولوا مش أقل من 30 سنة علشان تكون عامل تكون عالم متكامل الجوانب العلمية، دراسة متواصلة، مش زي ما بنسمع دلوقتي ان انت بتاخد دورة 2 أسبوع 3 ولا 2 شهر 3 تعتبر نفسك فقيه ولا أصولي ولا محدث. دي مشكلة المشاكل في عصرنا هذا والمشتكى إلى الله عز وجل. عرفنا أن عكرمة كان الناس بيزدحموا عليه يسألونه، بل أن عكرمة في بعض الأحايين كان بيقول: ما لكم لا تسألوني، أفلستم؟ يعني ما عندكمش أسئلة، أنا عندي علم غزير وعندي فضل كبير، ولزمت كثيرا من الأصحاب ابن عباس والسيدة عائشة وأبا هريرة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله، وتعلمت كثيرا منهم، اسألوني. فكان الناس يجتمعون عليه، لدرجة أن في يوم من الأيام يذكرون عن عكرمة أنه اجتمع الناس عليه حتى فر منهم وصعد فوق سطح البيت من كثرة الناس وازدحامهم عليه طلبا لعلمه وطلبا لمعرفته. ويذكر عن الإمام أيوب أنه قال: كنت أريد أن أرحل إلى عكرمة في أي أفق من الآفاق، يعني سمعت به وبعلمه وأنا عايز أقابله في أي مكان هو يكون موجود فيه. فبينما أنا في سوق البصرة إذا رجل يركب على حمار والناس يقول: هذا عكرمة، هذا عكرمة، ناس يقولون: هذا عكرمة العالم الجليل. فاجتمع الناس إليه فقمت إليه، فلما رآه ما استطاع أن يسأله من هيبته ونسي المسائل التي كان يريد أن يسأله فيها. قال: فجلست إلى جنب حمار عكرمة
فجعل الناس يسألون عكرمة وأنا أحفظ الإجابة التي يجيبها عكرمة. يعني حتى كان مهاب وكان مجلل وكان الناس يسعون إلى لقائه والأخذ عنه في أي أفق من الآفاق، لكن زي ما قلت لكم الإمام عكرمة لم يسلم من كلام الناس. وفي الحقيقة إن البرنامج بتاعنا ده هو اللي هو برنامج أعلام الإسلام مش برنامج للقصص، والكلام ده أنا قلته مرارا في أول لقاء مع حضراتكم. هذا البرنامج نتناول فيه أعلام الإسلام عشان نقتدي بهم، وربما نتناول بعض الأعلام لندافع عنهم أبرياء ويتهمون، فيجب علينا أن ندافع وأن نبين الحق وأن نزيل الشبهة وكذلك نزيح الإشكال علشان يكون البرنامج نافع للجميع. عكرمة اتعرض في هذه الأيام لهجمة شرسة جدا. السبب في تعرضه لهذه الهجمة أن هناك بعض الناس ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله والذي جاء من طريق عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. ففي بعض الناس مش فاهمة يعني ايه حد الردة وبتنكر حد الردة وبتقول ده كلام باطل واللي كذبه عكرمة. هل صحيح حد الردة الذي كذبه عكرمة؟ هل صحيح ان عكرمة اتهم بتهم كثيرة، منها انه كان يكذب وانه كان يعتنق آراء باطلة وفاسدة؟ اسمحوا لي بعد الفاصل ان أتواصل معكم في هذه المسائل لنكشف فيها النقاب ولنزيح فيها الإشكال إن شاء الله، فكونوا معنا. مرحبا بكم من جديد. ما يتعلق بموضوع حد الردة احنا عايزين بس كده نفهمه باختصار. الإنسان المرتد ده والعياذ بالله الإنسان اللي هو رفض الدين، في إنسان بيرفض الدين بينه وبين نفسه، هو مش عايز الدين الإسلامي فيرتد عن الدين ويكفر والعياذ بالله. فهذا الذي ارتد وهو منعزل بنفسه دون أن يثير إشكالا مع أحد أو يثير بلبلة أو يحاول أن يشكك الناس في دينهم، هذا إنسان الله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين، لا نكرهه على الدين. الإنسان الثاني أو النوع الثاني ده الإنسان اللي هو بيرتد ويطعن ويشتم ويسب ويبدأ في إذاية المسلمين، وده اللي النبي صلى الله عليه وآله قال في شأنه من بدل دينه فاقتلوه. والكلام ده بيبين هنا الحديث الآخر الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: القاتل للنفس بغير حق، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. المفارق للجماعة أي المفارق لجماعة المسلمين فيكون في صف أعداء المسلمين. ده بيعتبر بالضبط عامل زي الخيانة العظمى. إحنا لو في إنسان خان خيانة عظمى هل يترك أم يقتل ويعدم؟ هذا الذي ينضم إلى أعداء الإسلام وأعداء المسلمين فيحاربهم ويقاتلهم، يقاتل المسلمين ويؤذيهم، هذا بالضبط يشبه الخيانة العظمى، بل هو في الحقيقة خيانة عظمى حيث يكون في صف الأعداء. فهل هذا يترك؟ هذا لا يترك. لو وجدنا خيانة عظمى الآن هل نقول لا ده بحريته ونتركه؟ أبدا. فده كلام في كل الشرائع وفي كل القوانين وليس فقط في شريعة الإسلام. فمحاولة الطعن في سيدنا عكرمة علشان موضوع حد الردة، عكرمة ملوش دخل في المسألة دي، ده خبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو رواه عن ابن عباس، وقلنا قبل كده لم ينفرد عكرمة به وإنما رواه غيره كذلك من التابعين. المهم إن الناس دي بتاخد الكلام ده وعايزة تطعن في عكرمة بأي طريقة من الطرق، فينقلوا بعض الكلام الذي يعني أسيء به في حق عكرمة اللي احنا عايزين نذكره ونشوف ازاي نرد عليه. اولا اتهموا عكرمة بانه كان يرى رأي الخوارج، يعني كان من جملة الخوارج اللي بيسموهم النجدات، والبعض بيقول لا اسمهم الصفراوية. ايه بقى النجدات والصفراوية دي؟
كان حصل ان في جماعة من اتباع رجل اسمه نجدة، ودول من الخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي بن ابي طالب، وكان لهم افكار يعني مستبشعة، وكانوا يسارعون في التكفير وفي إذاء الناس. البعض اتهم عكرمة انه كان له علاقة بنجدة، هذا الرجل هذا الذي اسمه نجدة كان له علاقة به، وقعد منه واقتنع عكرمة بآراء نجدة. والبعض بيقول ان عكرمة كان من الخوارج الذين يقال لهم الصفرية، اللي هم اتباع رجل اسمه زياد بن الاصفر، ودول اللي هم بيقال لهم ايضا الازارقة، يعني يسمون الصفرية ويسمون الازارقة. والجماعة دول كانوا بيشوفوا او بيقولوا ان اصحاب الذنوب دول كفار، يعني عندهم ان المؤمن ما يعملش ذنب، واللي يعمل ذنب يبقى كافر. طبعا ده غلو، واحنا ما بنقولش به، واهل السنة لا يقولون به. هم عندهم ان واحد لو سرق يتقال عنه سارق، لو زنى يتقال عنه زاني، بس ما يتقالش عنه مؤمن. وإذا هو عمل حاجة سوى هذه الأمور، يعني كأن يترك الصلاة مثلا، فهذا يقال له كافر. عندهم آراء تشددية للغاية. اتهموا عكرمة بأنه كان يرى آراء هؤلاء الناس، وقالوا إن عكرمة سافر راح المغرب وكان بينشر رأي الخوارج وأفكار الخوارج في ديار المغرب. وفي الحقيقة إن هذا الكلام كله مردود عليه. أول شيء إن عكرمة كما قال الحافظ ابن حجر أنه ليس هناك طريق صحيح يثبت أن عكرمة كان من جملة الخوارج، وأن كل ما جاء لم يثبت لا سندا ولا رواية، يعني لا في سند صحيح ولا في رواية صحيحة ثابتة تاريخية تثبت أن عكرمة فعلا اعتنق مذهب الخوارج وكان معهم وفي جملتهم. والحافظ ابن حجر برضه بيقول ربما يكون عكرمة عنده بعض الآراء التي تأثر فيها بآراء الخوارج، كالتشديد في فعل الكبائر والقول بأن المؤمن لا يصدر منه ذنب. والصراحة إن كتير من السلف الصالح تأثر بآراء كانت موجودة حوالين منه، يعني مثلا عندكم سيدنا الإمام الجليل الحسن البصري في أول أمره كان متأثر برأي القدرية، والكلام ده احنا قلناه لما تكلمنا عن الحسن البصري، ولكن حسن البصري ترك بعد هذه الآراء، ترك بعد ذلك هذه الآراء. هل تركها مقتنعا بها أم تركها بمعنى أنه لم يتكلم فيها بعد أن نهي عن الكلام فيها؟ الله سبحانه وتعالى أعلم. ولكن يعني ربما يكون هناك بعض الأفكار المحيطة بالإنسان، وربما تكون أفكار مخالفة ولكن يتأثر بها الإنسان. هل هذا يؤثر على صدق الإنسان؟ يعني هل الإنسان إذا تأثر ببعض الأفكار التي هي غير سديدة في أصلها، هل هذا معناه أننا نتهمه في كل ما يقول؟ هل هذا معناه أننا نتهمه بالكذب؟ لا، لأن الإنسان مش معصوم، وعكرمة ليس معصوما لا هو ولا غيره. وقد اتفق علماء الحديث على أن الراوي إذا كان مبتدعا له بدعة في فكره أنه طالما يصدق في الحديث فإن روايته مقبولة، روايته مقبولة طالما لا يزين للناس قبول البدعة المنكرة فإن روايته مقبولة. يبقى احنا كده ردينا على اول شبهة في حق عكرمة، ان عكرمة كان من جملة الخوارج. لكن زي ما قلنا هنا الحافظ ابن حجر رد على هذا الكلام، ونقل كذلك عن الامام احمد والامام العجلي كما ذكر في كتاب الثقات، عكرمة مولى ابن عباس مكي تابعي ثقة بريء مما يرميه الناس به من مذهب الحرورية أي مذهب الخوارج، يعني العلماء برؤوه من هذا ولم يثبت في حقه. والمزيد من أخباره والمزيد من دفع الشبه عنه رضي الله عنه، ولكن بعد فاصل قصير. مرحبا بكم من جديد. شوف هنا احنا كتبنا الشبهات اللي بتثار حول عكرمة مولى ابن عباس،
وعلشان نعرف نرد عليها. يعني بيقولوا برضو في رواية عن يحيى البكاء: سمعت ابن عمر يقول لنافع: اتق الله ويحك، لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس. هنا دي بتسمعوها من بعض اللي بيتكلموا في شأن عكرمة بالباطل، ويقولوا ده سيدنا عبد الله بن عمر قال لنافع مولاه: ما تكذبش علي يا نافع زي ما كذب عكرمة على ابن عباس، وبيتهم عكرمة بالكذب عن طريق هذه الرواية. وفي الحقيقة أن هذه الرواية جاءت من طريق رجل اسمه يحيى البكاء، وهو ضعيف متروك، اتفق أهل العلم على ضعفه، وبالتالي تكون هذه الرواية باطلة في حق عكرمة. يعني لا يصح أن يعني نتهم البريء، ولا يصح أن نجرح الرجل العدل برواية وردت عن طريق رجل مجروح. الرواية الثانية بتقول عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول لغلام له: يا برد، لا تكذب علي كما كان يكذب عكرمة. أولا خدوا بالكم من حاجة، الرواية بتاعت سيدنا عبد الله بن عمر دي فيها ضعف وقلناها. الرواية بتاعت سيدنا سعيد بن المسيب أنه بيقول لمولاه برد: ما تكذبش علي كما كان يكذب عكرمة، لازم نفهم حاجة. خلاص الرواية الأولى بتاعت سيدنا عبد الله ابن عمر اللي بيكلم فيها نافع دي عرفنا أنها رواية ضعيفة، وكمان سيدنا الإمام الشيخ الذهبي كان بيقول أن عكرمة في أيام ابن عمر لم يكن له ذكر ولا تصدى للرواية. فمنين ابن عمر هيقول لنافع: يا نافع ما تكذبش علي زي ما عكرمة كذب على ابن عباس؟ أصلا عكرمة ما كانش له ذكر في ذلك الوقت ولا تصدى للرواية حتى يشتهر أمره ويحذر سيدنا عبد الله ابن عمر نافع من الكذب عليه كما كذب عكرمة، وعكرمة أصلا ليس له ظهور في هذه الأيام في مجال الرواية ولا غيره. الرواية الثانية اللي هي عن سيدنا سعيد بن المسيب بيقول إنه كان يقود لغلام له يقال له برد: يا برد، لا تكذب علي كما يكذب عكرمة على ابن عباس. طيب برضو عايزين نعرف حاجة، ايه موضوع الكذب؟ يعني هو الكذب ده يعني ايه معنى كلمة كذب؟ اولا شوف العلماء قالوا ان الكذب له تعريفان. التعريف الاول: الكذب هو عدم مطابقة الخبر للواقع، ده التعريف الاول. التعريف الثاني: الكذب هو عدم مطابقة الخبر لاعتقاد المتكلم، ده التعريف الثاني. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تتكلم كلام غير اعتقادك، ده اسمه كذب، وممكن تتكلم كلام فننظر احنا في الواقع فنلاقي كلامك خلاف الواقع فنسمي هذا كذب. ده الخلاف هنا في تعريف كلمة الكذب. الاصح ان الكذب هو عدم مطابقة الخبر للواقع. تقول لي الشمس طالعة، ابص في السماء كده ما الاقيش الشمس طالعة، الخبر كذب. طيب هل العرب كانت بتستعمل كلمة الكذب دائما بمعنى عدم مطابقة الخبر للواقع؟ لا، ساعات العرب كانت بتستعمل كلمة كذب بمعنى أخطأ، وبكده يكون كلمة كذب معناها عدم مطابقة الخبر لاعتقاد المتكلم، لأن المتكلم لما يتكلم كلمة هو في اعتقاده أنها صحيحة، غير لما يتكلم كلمة وهو في اعتقاده أنها غير صحيحة، بس هو بيتكلم بيها ليه؟ بيتكلم بيها ربما ليموه على الناس. طيب هذا منه خطأ؟ نعم خطأ، يدخل في الكذب؟ نعم يدخل في الكذب. لكن هل كل إنسان بيخطئ كذاب؟ أبدا. إنسان قال اعتقاد، قال كلمة بعينها ففوجئنا بأن هذه الكلمة غير صحيحة، هل يلزم أنه هو كذاب؟ لا، مش كذاب، ما يلزمش أنه كذاب، وإنما يقال له أخطأ. يبقى العرب كانت تستعمل كلمة كذبة بمعنى إيه؟ بمعنى أخطأ. فهنا سعيد بيقول له: ولا ما تخطئش علي كما كان يخطئ عكرمة على ابن عباس. طب عكرمة كان بيخطئ على ابن عباس في إيه؟ كان رأي سيدنا سعيد بن المسيب إن عكرمة كان بيزعم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله تزوج السيدة ميمونة وهو محرم، يعني كان في الحج
محرم بالحج وتجوز السيدة ميمونة وهو محرم بالحج. الكلام ده كان بيرويه عكرمة عن مين؟ عن سيدنا عبد الله بن عباس. فسعيد بن المسيب كان شايف ان عكرمة كذب في الحكاية دي على ابن عباس. وازاي ابن عباس يقول النبي اتجوز وهو محرم؟ ده النبي نهى عن ان الانسان يتجوز وهو محرم، ما ينفعش الانسان يتجوز وهو محرم، دي عبادة الحج ما ينفعش فيها لا تعقد قران ولا تنكح. فازاي ابن عباس يقول الكلام ده وينقله عنه عكرمة؟ فسعيد بن المسيب اتهم عكرمة بانه كذاب، وفي الحقيقة عكرمة بريء من هذا. ليه؟ لان فعلا ده كان اعتقاد سيدنا عبد الله بن عباس ان النبي اتجوز وهو محرم. وفي الحقيقة اعتقاد سيدنا عبد الله بن عباس هذا اعتقاد خطأ، فهو معدود في اوهام ابن عباس. الصحابة مش معصومين، ممكن واحد ينسى، ممكن يخطئ. أعرف إزاي؟ لما ألاقي الصحابة كلهم خلفوه. فابن عباس رحمه الله تعالى معدود في أوهامه أنه ذكر أن رسول الله تزوج ميمونة وهو محرم، وهذا ليس بصحيح. ولكن صح عن ابن عباس أنه قال هذا، وصح عن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، يعني مش محرم، وماتت بسرف. وأما ابن عباس فظن أن رسول الله نكحها وهو محرم، وروى هذا الكلام عنه عكرمة. عكرمة ذنبه إيه؟ عكرمة ليس له ذنب في ذلك كله. يبقى التهم التي اتهم بها عكرمة هذه كلها تهم يعني لم تثبت، والرجل بريء، بس كثر الكلام عليه. فلما كثر الكلام عليه عملوا فيه ايه؟ تركوه؟ قالوا مش هنروي عنه ابدا. حتى مسلم الذي لم يخرج له منفردا اخرج له مقرونا، وحتى من تكلم في شأنه لم يستغني عن روايته، لعلمه انه صادق ولعلمه انه ثقة. وقدر الله سبحانه وتعالى ان يعيش عكرمة بين هذه الشائعات ويساء اليه، وحتى جاءته يعني ساعة الوفاة التي لا مفر منها. وقدر ربنا سبحانه وتعالى أن عكرمة يموت في نفس اليوم اللي مات فيه الشاعر الشهير كثير عزة، شاعر الغزل المشهور. والناس طبعا خرجت في جنازة كثير عزة ولم تخرج في جنازة عكرمة، وهذا من البلية كما ذكر ذلك الذهبي. توفي عكرمة في المدينة سنة 104 رحمه الله تعالى، ونفعنا الله تعالى به وبسائر السلف الصالح. وأكتفي معكم بهذا القدر، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.